وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي ستعقد على مدار يومي 17 و18 من فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تعقد هذا العام تحت عنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030، وقد عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والإفريقي، وذلك لتعزيز أطر الشراكة بينهما ودعم التعاون الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا. حيث تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال القمة إلى دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الإفريقية بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة. ولدى وصول سيادته مطار بروكسل الدولي، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة في بلجيكا وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل. وكذا الجالية المصرية.